طيب اذا قلنا في المحاضره الماضيه انه الجلوكوكورتيكويد بتزيد من البروتين بريك داون، بتزيد كمان من الجلوكونيوجينيزيس فترفع الشوجرز، اضافه لانها بتزيد من الفات موبيليزيشن فبتعمل شيء بنسميه فات ريديستريبيوشن، انه قلنا بصير بتجمع الفات في منطقه الترنك ومنطقه الوجه ومنطقه كمان خلف العنق، وهون طبعا بيعمل شيء بنسميه ترنك اوبيزيتي. بعدين شفنا انه شفنا كمان انه الجلوكورتيكويدز بامكانها تعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن اضافه لكاليوريزز، كمان انها بتحفز الكالسيوم او سوري بتثبط الكالسيوم ابزوربشن من الانتستين، وكمان كمان بتثبط الاوستيوبلاست، وهذا قلنا مع الوقت بقلل من البون دنسيتي. هلا في هون اكشن مهم جدا للجلوكورتيكويدز انه لهم انتي انفلاماتوري افكت قويه كثير، وهذا كلام قلنا بياثر على الساينس للانفلاميشن فبقلل من الاديما السويلينج بين اند هيت، وهذا الكلام بيتم من خلال يعني مجموعه من الاليات اللي شرحنا عنها في المحاضره الماضيه. برضه كمان الجلوكورتيكويدز قلنا بتثبط الفايبروبلاستيك اكتيفيتي، فبالتالي بتثبط من الكولاجين ديبوزيشن، وترجمه هذا الكلام انه بنلاحظ انه بصير عند هذا الشخص اللي بياخذ جلوكورتيكويدز او بكون عنده خلل هرموني، بكون عنده فرط في افراز هاي الهرمونز، انه بكون في عنده بور وند هيلينج. كمان الجلوكورتيكويدز بتثبط انتاج قلنا البروستاجلاندز في الاستومك، وهذا الكلام بزيد بحفز افراز الاسيد والبيبسين، وهذا بيزيد الريسك لحدوث البتيك السرز، اضافه للسي ان اس يعني افكتس على شكل ديستربنسز في السليب، وبرضه كمان سوينجي تارجح في المزاج وتغير في البيرسوناليتيز. هلا في كمان اكشن مهم حكينا عنه انه بحفز انتاج السيرفاكتانت في النيو بورنز او في الاطفال يعني قبل الولاده بشوي، وهذا قلنا مهم جدا مشان انه الطفل يقدر يتنفس بعد ما انه ينولد، انه وقتها قلنا انه السيرفاكتنس هاي بتتغلب على التوتر السطحي للمي الموجوده في اللنجز. هلا بناء على ما سبق خلونا نطلع على الثيرابيوتيك افكتس للجلوكو كورتيكويدز. هلا اول شيء هنا انه احنا ممكن نستخدمها كريبليسمنت ثيرابي باستخدام مباشر، حدا عنده مرض اسمه اديسون ديزيز فعنده الادرينال كورتكس بيكون فيها فيلير مش عم تنتج جلوكورتيكويدز ولا كمان مينرالوكورتيكويد، يعني ما في كمان حتى الدوستيرون. فلهذا السبب احنا بنستخدم هلا دراجز اللي يكون لها ميتابوليك اكتيفيتي عالي، ممكن نعطي مثلا كورتيزول او هيدروكورتيزول فمشان تعوض على يعني تعوض لنا الميتابوليك فانكشنز للاندوجينوس جلوكورتيكويدز، اضافه انه بنعطي دواء اسمه فلودروكورتيزون خدنا عنه المحاضره الماضيه اللي له مينرالوكورتيكويد اكتيفيتي. هلا برضه كمان هذا مرض اديسون يعني يعتبر نسبيا مرض نادر، بس الشيء الاكثر شيوعا عند استخدام الجلوكورتيكويدز اللي هو كانتي انفلاماتوري دراجز او كاميونو سبريسنس. الكلام هذا طبعا مهم اذا بنحكي قاعدين على اوتو اميون ديزيزز، اللي في هاي الحاله بكون جسم المريض عم بيهاجم يعني تيشوز طبيعيه، ففي عندنا هون امثله زي نيفروتك سيندروم من بريز نيفروباثي السيراتيف كولايتس روماتويد ارثرايتس وغيرها. فهنا هذا المرض هو او كل اوتو اميون ديزيز هي عباره عن كرونيك ديزيزز، لانه احنا ما بنقدر انه نغير في الميموري لا او رياكتيفيتي للاميون سيستم، فراح يضل الاميون سيستم يحاول يعني بشكل يعني مستمر وملح انه يدمر الانسجه اللي هو بيتعرف عليها كانها غريبه رغم انها انسجه طبيعيه جدا، لكن قلنا المشكله انه هناك خلل في جهاز المناعه نفسه، وبما انهم الجلوكورتيكويدز لهم اميون سبريسنت اكتيفيتي فبامكاننا نثبط هذا الرياكشن. نفس الشيء كمان اذا بنحكي عندي على يعني مريض زارع اورجان، وبحكي خصوصا على الوغرافت يعني ترانسبلانتيشن. الوغرافت يعني معناها ان الاورجن ماخوذ من شخص اخر متبرع، زي مثلا حدا بيزرع كدني، حدا بيزرع لانجز اند هارت، كثير شغلات مثلا ممكن سكين، ممكن كورنيا الى اخره. فبالتالي هنا الجسم الانسان المريض راح يتعامل مع هذا العضو المزروع على اساس انه يعني شيء فورين بادي، وبالتالي راح يحاول انه يتخلص منه دائما.
فهنا من مصلحه المريض انه احنا بنعمل اميونو سبريشن. لهذا السبب البلو كورتيكويد تعتبر من الادويه المهمه في هذا السياق. هلا في كمان امراض اخرى زي بعض الديرماتولوجيكال ديس اوردرز. فعندنا هون مثلا مرض او يعني مشكله بسميها اللي هي الاكزيما، وهي بتصير عند كثير من الناس، عباره عن يعني اوفر او هايبر سنسيتيفيتي بتصير في السكن، انه الجلد بصير فيه يعني احمرار، وبصير فيه انفلاميشن، وحتى بصير فيه شويه تقرحات كمان، وبصير فيه حتى اوزنج، يعني زي بصير زي نوع من السوائل بصير تطلع من التقرحات الموجوده. فهون هذا علاجها انه بتاخذ البلوكورتيكويدز كمرهم، فبامكانها تعالج هذا الانفلاميشن. برضه كمان في مرض اخر هو البسورياسيس، مرض مختلف اللي هو الصدفيه، انه بصير فيه اوفر بروليفريشن للكيراتينوسايتس اللي هي السكن، فبتصير في اماكن على السكن زي بقع بتكون سميكه وخشنه ويعني وشكلها يعني واضح زي حراشه السمك بتكون، عشان بسموها الصدفيه. وممكن مرات حتى يصير فيها زي تقرحات. الكورتيكويد بطريقه ما بتضبط البروليفريشن العالي للكيراتينوسايت، فبالتالي بمكانها انها تضبط من البسورياسيس. لكن هاي الامراض تعتبر كرونيك ديزيزز، فبالتالي بحاجه لكونتينوس كنترول زي ما راح نناقش لقدام في ماده الفاينل، لانه في تشابتر كامل راح يحكي عن الدراجز فور ديرماتولوجيكال ديس اوردرز. هلا في كمان حاله اسمها ايديوباثيك نيفروز اوف تشيلدرن، هون بصير في نيفروباثي في الاطفال، بصير فيهم خلل في الكيدنيز، وهذا قد يكون بروجريسيف. هذا ايديوباثيك ما بنعرفش احنا بالضبط ليش، لكن يعتقد انه الاميون سيستم او الاميون رياكشن له علاقه في تطوره، فبالتالي اعطاء الجلوكورتيكويدز بتخفف من هذا الشيء وتعمل كنترول. برضه كمان في حاله اسمها يعني بيلز بالسي، في هاي الحاله بصير في انفلاميشن بالفيشل نيورونز زي ما انتم شايفين هون بهاي الصوره. ففي المنطقه هاي اللي هون بالجهه هاي الترايجيمينال نيرف بتحكم او النيورون بتحكم في المسل بتاعت الوجه، في هاي الجهه بصير فيها انفلاميشن، وبسبب الانفلاميشن بتبطل تشتغل، بتبطل توصل سيجنال للسموث مسلز اللي في المنطقه هاي في الوجه. فالنتيجه انه بصير في باراليسيس مؤقت للمسلز اللي هون. فالنتيجه هلا انه بيختل الاتزان ما بين المسل اكتيفيتي على الفيشيال تيشو ما بين اليمين واليسار، وما انه من الجهه الاخرى المسل شغاله، فبالتالي بصير في شفت للوجه بالاتجاه المعاكس. فعشان كده المنطقه بتكون هاي بارالايز، بصير فيها هنا وكانه كونتراكشن، لكن هو ما صار كونتراكشن انما زي ما حكينا انه صار في امبلس، انه هون المسل صار فيها باراليسيس. فهون بنعطي الجلوكورتيكويد مشان تخفف من الانفلاميشن، وممكن النيرف هذا يرجع يشتغل مره ثانيه اذا ما كانش صار في دمج، وقتها بترجع المسل اكتيفيتي وبرجع بتعدل شكل الوجه مره ثانيه. برضه كمان في حالات الانفلاكتيك شوك زي ما حكينا سابقا، انه اذا المريض عنده حساسيه مثلا من دواء معين واحنا اعطيناه اياه خصوصا بارنترال، فقلنا بصير في ماسيف برودكشن اوف هيستامين اللي طبعا راح يعمل سيفير بازو دايليشن. طبعا مش راح يكون هيستامين لحاله، هيستامين واذر انفلاماتوري ميديترز. فلهذا السبب اضافه انه بنعطي ابنفرين زي ما حكينا سابقا بفارما 1 مشان تعمل ستيميوليشن للهارت وتعمل بازو كونستريكشن، لكن ابنفرين ما له يعني اميونو سبريسن اكتيفيتي، فعشان هيك احنا برضه بحاجه نعطي دراجز اللي تعالج المشكله اللي ادت اصلا لحدوث انفلاكتيك شوك اللي هو الاميون رياكشن. فهون في الحاله هي بنعطى البلوكو كورتيكويز بارنترال، هذا طبعا بعطي يعني اكشن برضه مساعد وفعال جدا لهي الحاله. برضه كمان في استخدام اخر هو الادرينال هايبربلاجيا، المقصود فيها هون انه الادرينال كورتكس بيكون فيها بناين يعني جروث، وهذا الكلام يعني قد يكون مدفوع بسبب هرمون الاي سي تي اتش. اذا بتذكروا المحاضره الماضيه قلنا هرمون الاي سي تي اتش مهم مشان المينتيننس والريجنريشن للادرينال كورتكس، وقلنا انه اذا مستوى الاي سي تي اتش انخفض بسبب استخدام الجلوكورتيكويدز كدراجز على الكرونيك بشكل كرونيك، فوقتها ممكن يصير قلنا اتروفي في الادرينال كورتكس. هاي المعلومه احنا بنكون وظيفتها في الحاله هاي هون. هلا احنا هون في عندنا ادرينال كورتكس فيها هايبربلاجيا، فاذا انا بدي اياها تصغر وتشرينكج وتتقلص فلازم اقطع عنها الاي سي تي اتش هرمون. هلا كيف بقدر اعمل حكي هذا بطريقه كفارماكولوجيكال مانجمنت؟ انا ما في عندي اي سي تي اتش ريسبتور انتاجونست، فبلجا بطريقه غير مباشره، فبعطي للمريض هذا جلوكورتيكويدز، بيرتفع جلوكورتيكويدز في البلد، بيعمل نيجاتيف فيدباك على افراز السي ار اتش والاي سي تي اتش،
بينخفض الاي سي تي اتش، فبتبدا الادرينال كورتكس يصير لها شرينكج، بترجع تضمر وبتصغر مره ثانيه. برضه كمان في استخدام اخر حكينا عنه قبل شوي اللي له علاقه في السيرفاكتنت برودكشن. اذا كان في ست متوقع انها تولد بكير قبل موعدها، وبالتالي الطفل اللي احنا متوقع انه ما عندوش سيرفاكتنت في اللنجز، فقلنا هذا اذا ولد ممكن انه يموت اختناقا اول ما ينولد، لانه بكل بساطه اللنجز مش راح تفتح بسبب التوتر السطحي العالي للمي اللي في الرئه. فهنا اذا كان في معنى مجال احنا عارفين مسبقا انه راح يصير بري تيرم يعني او بري ماتشور ديليفري، احنا بنعطي للام قبل باسبوع او اسبوعين انجكشنز من الديكساميتازون اللي راح تحفز انتاج السيرفاكتنت بهذا الفيتوس. فلما بنولد وعنده نسبه او احتماليه نجاه كثير احسن لانه اوريدي صار في عنده سيرفاكتنت. طبعا في الحالات اللي بصير فيها ولاده مبكره مفاجئه، لو اعطينا جلوك كورتيكويس على الفاضي، لانه هذا بده وقت طويل عبين لا يشتغل، فبالتالي الطفل راح يخترق خلال يعني دقائق اول ما بنولد، لانه هذا مجرد ما انفصل عن الام خلص لازم يتنفس هلا فورا لحاله. فلهذا السبب في هاي الحالات بيعطوا سيرفاكتنت صناعي باي دايركت انستليشن انتو لانجز، يعني بيدخلوا زي تيوب في اللانجز للفيتس اللي هلا انولد، وبيعملوا ادمنستريشن للسيرفاكتنت مباشره على اساس انها تفتح اللانجز ويبدا يتنفس. طبعا هاي البروسيجر كثير معقده صعبه، وفي كمان فرصه انها تفشل والطفل انه يموت. فلهذا السبب الافضل انه احنا نعطي الكلام هذا مسبقا. طيب هلا في عندنا كمان استخدام اخر للنيوبلاستيك ديزيزز، لانواع اللي هو الكانسرز، لكن هو مش لاي نوع من انواع الكانسر، وانما لانواع محدده من اللوكيميز اللي هي سببها كانسرز في الوايت بلاد سيلز. طب شو المنطق في الموضوع هذا؟ احنا اخذنا المحاضره الماضيه ان الجلوك كورتيكويز بامكان تقلل من اعداد الوايت بلاد سيلز، وبالتالي بتقلل من خروج او انتاج الوايت بلاد سيلز في البون مارو. مش بس هيك، كمان راح نتعلم لقدام انه هاي دوزز من الجلوك كورتيكويز بيحفز يصير في كمان ابوبتوزز للوايت بلاد سيلز. فبالحاله اذا كنا بنحكي على كانسرس وايت بلاد سيلز في الحاله اللوكيميز، احنا فعلا الجلوك كورتيكويز لما نعطيها بهاي دوزز مش بس راح نقلل انتاج الكانسر سيلز والبروليفريشن لهم، كمان راح نتسبب في اندكشن اوف ابوبتوزز. طبعا مش راح يكون العلاج الوحيد، لكنه علاج مساعد قوي جدا. برضه كمان مش لكل انواع برضه اللوكيميز بديروا بالكم، في انواع من اللوكيميز ما بتجاوبش على الجلوك كورتيكويز. طيب هلا في استخدام اخر كمان اللي هو الدايجنوزيس اوف كاشينج سيندروم. وهون نقصد فيها انه احنا نعمل دايجنوزيس لسبب كاشينج سيندروم. هلا كاشينج سيندروم زي ما يمكن اخذته بالفسيولوجي، سببها انه في عندنا اندوجينس برودكشن اوف جلوكوكورتيكويدز بكميات كبيره، فمنتج عن المريض هذا اعراض وكانه ماخذ جرعات كبيره من الجلوكوكورتيكويدز. الاعراض هاي طبعا انتم اكيد درستوا عنها سابقا، بس عنده ترانك اوبيزيتي، بس عنده هايبر جلايسيميا، بور وند هيلينج، ممكن حتى بليدنج، ستومك السر الى اخره، نحكي عن الموضوع هذا بعدين. المهم هلا بس لكن هلا شو سبب زياده في افراز الجلوكوكورتيكويدز؟ هلا ممكن يكون في عندنا عده احتمالات، قد يكون بسبب زياده في انتاج الجلوكوكورتيكويدز في الكورتكس مباشره بسبب خلل في الادرينال كورتكس، فتكون الادرينال كورتكس اصلا بطبيعتها يعني اوت اوف كنترول. وهذا الكلام ممكن نسميه احنا برايمري كاشينج سيندروم. ايش يعني برايمري؟ برايمري يعني انه مشكله في الجلاند الاساسيه نفسها اللي هي الادرينال كورتكس، هي تكون اوت اوف كنترول. هلا في احتمال اخر انه يكون في يعني اكتوبيك سورس اوف اي سي تي اتش، كيف يعني؟ انه يكون في كانسر من نوع اخر في جسم المريض هذا واحنا لسه مش مكتشفينه، وهذا الكانسر سيلز المتكونه صار فيها ميوتيشنز فاكتسبت قدره على انتاج اي سي تي اتش هرمون. الحكي هذا مش غريب علينا، سبق وناقشناه سابقا. فهون بكون في عندنا زياده في الاي سي تي اتش من مصدر غير البيتوتري جلاند، وعم تتحفز لاجله الادرينال كورتكس. هلا وقد يكون سبب مشكله في الادرينال في البيتوتري جلاند انها مش عم بصير عليها نيجاتيف فيدباك كافي، يعني مش عم تستجيب بشكل كافي للمستويات الطبيعيه للجلوكوكورتيكويز في البلد، فبالتالي تستمر في افراز الاي سي تي اتش رغم انه مستوياته نسبيا مرتفعه.
فلهذا السبب احنا قبل ما يعني نبدا نعالج عفوا الكوشنج سيندروم لازم انه نحاول انه نقدر او نحاول يعني نحذر شو السبب اللي ادى لهي المشكله، لانه يعني شفنا في اسباب مختلفه، واحنا طبعا لازم نعالج السبب مشان نقدر ننتهي من المشكله من اساسها. فبهاي الحاله بنعطي للمريض جرعه عاليه من الديكساميثازون. الديكساميثازون في بهاي الحاله بما انه بجرعه كثير كبيره المفروض انه هلا يعمل يعني نيجاتيف فيدباك على افراز الاي سي تي اتش من البيتوتري جلاند، فالمفروض هلا انه ينخفض انتاج الكورتيزول من الادرينال كورتكس. فبالتالي اذا احنا اعطينا هلا الديكساميثازون وما صار سبريشن لافراز الكورتيزول، فمعنى الكلام هاد انه البيتويتري جلاند ما الهاش دخل في كاشينج سيندروم، وانما قد يكون السبب عباره عن برايمري كاشينج سيندروم، يعني الادرينال كورتكس نفسها هي اوت اوف كنترول، هي بتنتج كورتيزول بغض النظر عن مستويات الاي سي تي اتش، او قد يكون في عندنا اكتوبيك سورس اوف اي سي تي اتش اللي هو سيلز ما راح تستجيب للمستويات العاليه من الديكساميثازون. فعشان هذا طبعا احنا بنسميه ديكساميثازون سبريشن تيست. لكن لو اعطينا ديكساميثازون ولقينا انه مستوى الاندوجينس كورتيزول انخفض، فمعناها واضح انه المشكله هاي كان اساسها في البيتويتري جلاند اللي مش عم تتجاوب على ومش عم تعمل مش عم يصير عليها نيجاتيف فيدباك، فمش عم تضبط افراز الاندوجينس اي سي تي اتش. هذا التست احنا بنسميه ديكساميثازون سبريشن تيست. طيب خلينا نكمل بخصوص اذا الكلينيكال يوزز. هلا في عندكم هون في السلايدات يعني بعض الديفينيشنز هاي لبعض الامراض اللي ورد ذكرها سابقا، فقط هاي للاطلاع لكم ايش يعني اديسون ديزيز، روماتويد ارثرايتس، بورسايتس، لوبس اريثماتوزس، نيفروتيك سيندروم، التيف كولايتس، كلها اسماء من الاوتو اميون ديزيزز او الانفلاماتوري ديزيزز اللي وردت لما شرحنا عن استخدامات الجلوكورتيكويدز. طبعا هاي الديفرنس مش مطلوب منكم في الامتحان، لكن حلو تعرفوها مشان لما تدرسوا تكونوا عارفين عن اي امراض عمالكم بتتعلموا. طيب هلا في عندي هون الادفرس افكت للجلوكورتيكويدز، هاي راح تكون ناتج عن استخدام او انه اللي هو التاثير الزياده للجلوكورتيكويدز فوق الفسيولوجيكال ليفلز. فاول شيء ممكن يصير انه يصير في ادرينال سبريشن. طبعا هون في حال اعطينا الجلوكورتيكويدز سيستميكالي لفترات نسبيا طويله، فبصير في هون اتروفي للادرينال كورتكس، بيؤدي طبعا لسبريشن في الاكتيفيتي وبقل انتاج الاندوجينس كورتيزول. كمان ممكن يصير في هايبر جلايسيميا، وهي ممكن تؤدي لحدوث شيء بنسميه ستيرويد انديوس دايابيتس ميليتس، لانه هون بصير في دايابيتس من نوع تايب 2 بسبب سببه هو اللونج تيرم تريتمنت وذ جلوكوكورتيكويز. برضه كمان دروكس هاي معروف عنها انها بتعمل ويت جين، بتزيد من تخزين الفات في الجسم، كمان بتسبب في اوستيوبوروز على المدى البعيد. طبعا اذا بنحكي على علاج قصير لمده اسبوع اسبوعين شهر زمان حتى بالكثير ممكن ما يصير اي شيء، لكن استخدام لفترات طويله ممكن تعمل هذا الشيء الاوستيوبوروزز، والسبب ان احنا قلنا انها بتقلل الكالسيوم ابزوربشن من الانتستين، وقلنا كمان انها بتقلل من الاوستيو بلاستيك اكتيفيتي اللي من نشاط خلايا البونز اللي بتبني العظم. كمان الجلوكورتيكويز قلنا بتضبط انتاج البروستاجلاندينز في الاستومك، حتى لان احنا قلنا انه الجلوكورتيكويز لها انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، فبالتالي زي ما شرحنا في المحاضره السابقه رح تقلل من انتاج البروستاجلاندينز. وقلنا سابقا انه البروستاجلاندينز لهم فيسيولوجيكال فانكشنز في انواع مختلفه من الانسجن، مش دائما بيعملوا انفلاميشن. في الاستومك في عندنا بروستاجلاندينز مهمين بيضبطوا افراز الاسيد، فبالتالي اذا اعطينا جلوكورتيكويدز بنخفض البروستاجلاندينز برودكشن في الاستومك، وبالتالي بيزيد افراز الاسيد، وهذا طبعا بيزيد الريسك لحدوث بيبتيك ألساس. برضه كمان الجلوكورتيكويز ممكن تعمل كاتاراكت. كاتاراكت اللي هو بصير في غباش في اللينس اللي في عدسه العين، فبالتالي بصير الواحد يتطلع وكانه بيطلع من ازاز مغبش او ازاز وسخ يعني. فهذا طبعا بيعمل ديمينشت فيجن، الشخص بصير عنده مشكله في الرؤيه،
وهي طبعا علاجها انه بيعملوا عمليه بسيطه بيتم من خلالها استبدال العدسه الثالثه بعدسه صناعيه. طبعا هذا الكلام بيصير اذا استخدمنا جلوكوتيكويدز سيستميكالي بهاي دوز لفترات طويله، او ممكن بسبب التوبيكال او اللوكال ادمنستريشن للجلوكوتيكويدز في العين، لانه مرات كثير بنضطر نستخدم قطرات الجلوكوتيكويدز في العين لعلاج انفلاماتوري ديزيز هناك او انفلاماتوري رياكشن. في معظم الحالات الامور بتكون سيف وما بصير فيها مشاكل، لكن في بعض المرضى بصير في عندهم كاتاراك زي ما حكينا. هلا ممكن كمان تتسبب في حدوث جلوكوما، وهون طبعا هاي بتكون كارثه، لانه الكاتاراك بتعالج بشكل كثير منيح، وانها في عدسه صناعيه بصراحه بتعطي نتائج كثير ممتازه الايام هاي، والعمليه كثير بسيطه خلال ربع ساعه بتكون جاهزه اذا كان الطبيب شاطر. بينما الجلوكوما يعني مرض معقد جدا، وممكن في النهايه طبعا يؤدي لحدوث بلايندنس، وعلاجه زي ما حكينا سابقا كثير صعب، لانه صعب تعمل كنترول يعني ممتاز على مستوى الانترا اوكيولار بريشر. كمان الجلوكورتيكويز لها مينرال كورتيكويز فانها بتعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن، وهذا بتسبب في اديما اند هايبر تنشن. اضافه لهذا الشيء انه قلنا بتطبق الاكتيفيتي للفايبروبلاست، وبالتالي بتمنع الفايبروبلاست انها تعمل فايبروزز وتنسج نسيج جديد مشان يسكر الجروح، فبالتالي بيكون التئام الجروح بطيء جدا طول ما المريض بياخذ هاي دوز من الجلوكورتيكويز. برضه كمان الدراجز هاي بما انها بتعمل اميون سبريشن، فبالتالي بتزيد من فرص حدوث الانفكشنز، سواء كان كنت بحكي على وند او حتى بدون وند، لانه في النهايه احنا بنعمل جنرال اميونو سبريشن، واحنا اجسامنا يوميا تستقبل كم هائل من الباثوجنز. هلا اضافه لهذا الشيء في الاخر بنحكي انها بتزيد لنا من البروتين بريك داون، خصوصا في السكيليتال ماسلز، وهذا طبعا بيعمل سكيليتال ماسل ويكنس and reduction in muscle size. هلا هاي السايد افكت للجلوكورتيكويز هي شبيهه جدا بالسايد افكت اللي بتصير بالكوشنج سيندروم، اللي بصير بسبب الاندوجينس برودكشن اوف جلوكورتيكويز بمستويات عاليه. وفيكم هذا الكاريكاتير يعني بيوضح هاي السايد افكتس اللي طبعا ممكن تصير بسبب الدراجز او بسبب المرض نفسه. هلا في هون طبعا بس في بعض السايد افكتس احنا فكره نسينا يعني مش مذكوره في الليسته، بس حابب اضيفها وركز عليها، انه في الميلز ممكن الجلوكورتيكويز تعمل جاينيكوماستيا، لانه في لها شويه استروجينيك اكتيفيتي، كمان تعمل اوبيزيتي، والاوبيزيتي برضه كمان تعمل جاينيكوماستيا بالمناسبه. كمان هون بصير في هون بيربل ستريا وان بروزنج، ومقصود في الكلام هذا انه بصير في نزيف تحت الجلد، والسبب انه الجلوكورتيكويز بتزيد من الريسك اوف بليدنج. ليش هذا الكلام؟ اذا بتتذكروا قلنا انه الجلوكوكورتيكويدز، خلينا نرجع بالسلايدات لورا شوي صغيره، هاي شغله مهمه، قلنا بتعمل انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2، فبتعمل بتقل انتاج البروستاجلاندز وانتاج كمان الثرومبوكسان، والثرومبوكسان اي 2 هذا قلنا ينتج في البليتلت مشان البليتلت اكتيفيشن، فعشان هيك الجلوكوكورتيكويدز الهم انتي بليتلت اكتيفيتي، وبالتالي مش غريب فعلا انها تزيد الريسك لحدوث بليدنج. طيب هذا كان بخصوص الجلوكورتيكويدز. هلا في عندنا المينرال كورتيكويدز، وهون في دواء اسمه فلودروكورتيزون، قلنا هذا له مينرال كورتيكويد اكتيفيتي نسبيا عاليه، لكنها بتضلها اقل من الالدوستيرون، بس بضل يعني احسن ببلاش، هو احسن متوفر. طبعا هذا يستخدم فقط اذا كنت بحكي عمالي على حدا عنده اديسون ديزيز، قلنا بكون عنده نقص بالكورتيزول ونقص كمان بالالدوستيرون، احنا بنعطي فلوت الكورتيزون كتعويض عن هذا الشيء. الادفرس افكتس اللي ممكن تصير فقط ناتجه عن زياده يعني انه تكون الدوز بتاعت فلوت الكورتيزون اعلى شوي مما يجب، فبالتالي بزيد وقتها من الصوديوم اند ووتر ريتنشن، وطبعا بيعمل اديما اند هايبرتنشن، وفي المقابل كمان قلنا الالدوستيرون بزيد من الكالسيوم اليمينيشن، لانه كل ما دخل صوديوم اكثر بيتم طرح بوتاسيوم في المقابل، فبالتالي ممكن اذا ما يتسبب في هايبو كاليميا. هذا كان اذا بخصوص الدراجز فور ادرينال او ادرينال فارماكولوجي. هلا في عندنا هون موضوع كثير صغير ومهم، بيحكي عن موضوع دراجز فور اوبيزيتي. هلا لما بنحكي قاعدين على الاوبيزيتي فهي عباره عن مشكله يعني صحيه عالميه، وحاليا ملايين البشر عم بيعانوا من هاي المشكله، خصوصا مع التغير في نمط الحياه
من ناحية الحركة واللايف ستايل اللي احنا بنعيشه، وتوفر الطاقة والغذاء بمستويات عالية غير مسبوقة بسبب الماس برودكشن للطعام، خصوصا على مستوى الكربوهيدرات والشوغرز والى اخره. فلهذا السبب يعني الناس اللي عم تعاني من السمنة حاليا في العالم عم بتزايد. طبعا اكيد في ناس عندهم مجاعات بسبب سوء في التوزيع، لكن بكل الاحوال هي مشكلة قائمة. والاوبيزيتي سببها بكل بساطة انه يعني في قد يكون سببها شيء ميتابوليك، شيء يكون كمرض. فاحنا اذا عالجنا المرض ممكن انه نعالج موضوع الاوبيزيتي. فمثلا حد عنده مثلا هايبوثايرويديزم على سبيل المثال، هذا اكيد راح يسبب يصير عنده طبعا اوبيزيتي، هذا طبعا احد الاسباب. ممكن طبعا بسبب كوشنج سيندروم، في اسباب معينه مرات او امراض بتؤدي لحدوث اوبيزيتي. فهون المريض ما بيكون ملام انه بياكل كثير، احنا بس لازم نعالج او نركز على علاج السبب للاوبيزيتي مشان انها تروح. بس في معظم الحالات الاوبيزيتي سببها هو امبالانس ما بين الانرجي انتيك والانرجي اكسبندتشر، هو صرف الانرجي او استهلاكها. فمعظم الناس في عندهم هذا الامبالانس، بياكلوا اكثر بكثير مما بيحرقوا، فبالتالي بتتراكم الطاقه وعلى شكل طبعا يعني فات، وهم طبعا بصير في اوبيزيتي. الحل الوحيد والسحري للاوبيزيتي طبعا احنا كنا عارفينه، بس لكن يعني ما حدش بيحب هذا الخيار، اللي هو ضبط مستوى تناول الطعام، الواحد يلتزم بدايت. وكمان وهي مهم شغله مهمه جدا اللي هو موضوع الاكسرسايز، انه يزيد الواحد من البيرنينج، لانه اذا ما زادش من الفيزيكال اكتيفيتي راح يضطر انه يعمل دايت قاسيه جدا، غالبا مش راح يقدر يستمر عليها. يعني اذا ركزنا بس على صر على الفود انتيك وما ركزنا على الاكسبندتشر، معناها راح اضطر انزل الفود انتيك لمستويات معظم الناس ما بيتحملوها. فاذا كان في اكسرسايز فصح احنا بنعمل دايت، لكن بيكون بعنف اقل، وبالتالي المرضى كانوا ينتظموا على هذا اللايف ستايل، اضافه طبعا للفوائد اللي احنا بنعرفها يعني من سابقا على على الكارديوفاسكولار سيستم وعلى اللياقه البدنيه، وهذا طبعا على تاثيرات على طبعا تاثيرات الفيزيكال اكتيفيتي على مرض السكري وعلى امراض القلب وحتى كمان الكانسر وغيرها، وكمان حتى على السايكولوجيك صحيح، لانه بتعرف ان الاكسرسايز كمان له دور مهم بمكافحه الدبريشن والانكزايتي. المهم هلا عاده احنا بنواجه مرضى في حياتنا ما عندهم استعداد انهم يعني يتقبلوا هاي الفكره، فبدهم دواء سحري، دواء انه خلص ينزل الوزن، شيء زي السحر ياخده بحيث ينزل وزنه بدون لا يلعب رياضه ولا يقلل من فود انتيك. هلا احنا المفروض انه ما نتدخل في الدروكس طالما البادي ماس اندكس يعني اقل من 30، لكن اذا كان البادي ماس اندكس اكثر من 30 او اذا كان يعني اكثر من 27 لكن مع وجود كوموربيديتي زي الهايبرتنشن او الديابيتس، فهون وقتها بنضطر انه نعالج، لانه فوق البادي ماس اندكس فوق ال 30 هذا بتعتبر مؤشر خطر، وفوق ال 27 مؤشر خطر خصوصا مع وجود كوموربيديتيز. فهون هذا السبب وجيه انه نحاول ندخل بدروكس. طبعا كل الامور العالم شركات ادويه عم تسعى يعني اكتشاف دواء زي هيك، لانه راح يبيعوا منه بالمليارات، لكن للاسف ما فيش عندنا خيارات كثير كبيره. لهذا السبب سقف توقعاتنا مش كثير عالي. فهون كانوا صار يعتبروا انه الدروك انه كويس وفعال في علاج الاوبيزيتي اذا نجح في انه يقلل على الاقل 5% من وزن المريض. طبعا هاي 5% مش هالشيء الكبير كثير، بس في النهايه هذا الموجود. هلا لو تروح على اي صيدليه وتقول له بدي دواء علاج السمنه، ممكن تلاقي عند في الصيدليه كثير انواع من الادويه، بس لكن عمليا هي مش ادويه، هي عباره عن مستحضرات عشبيه، كثير منها عباره عن فيك، شغلات يعني مزيفه ما بتعملش اي شيء، فقط بيضحكوا على الناس مشان يبيعوهم. وبعضهم بيعتمدوا على اليه بسيطه جدا لكنها مضره، انه بيعمل نوع من الدياريا عند الشخص، وبالتالي الشخص بيفقد يعني سوائل واملاح طبعا بطبيعه الحال، وبقلل من الابزوربشن لانه المواد بتصير تمر في الجي اي عنده اسرع. لكن الحكايه طبعا لونج تيرم بيعمل مشاكل تكون خطيره جدا على مستوى الكترولايت ديستربنسز، على مستوى حتى مشاكل في الانتستنس كانفلاماتوري ديزيزز او حدوث كثره شيء بنسميه كثره القولون، ممكن نحكي عنه في تشابتر الجي اي. هلا ما سوى ذلك ممكن الواحد يطلع على خيارات اخرى، شيء بيزيد الميتابوليزم، لكن هون بندخل في شغلات خطيره جدا زي مثلا الثايرويد هرمون على سبيل المثال، لكن قلنا هالكلام سابق انه ممكن يتسبب في فيتال اريثميز، فممنوع منعا باتا وخطر جدا استخدامه لهذا الشيء. فعشان هيك لو طلعنا على الدروكس الموجوده في العالم حاليا لعلاج الاوبيزيتي، راح تلاحظوا انه في عدد قليل جدا جدا من الادويه، وهون في عندنا دواء واحد مشهور اللي هو اسمه اورليستات.
هذا الدواء اللي يتعمل هو عباره عن انهبيتر لللايبيز انزيم. اللايبيز هذا هو الانزيمز اللي بيتم انتاجها في السلايف مع السلايفا في الفم في الاستومك وحتى كمان في البنكرياس في السمول عشان يتم افرازها في السمول انتستين. وهذا اللايبيز بيعمل على اذابه على 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 تحطيم الفات والترايجليسرايز لفري فاتي اسيدز ومونوجليسرايد مشان تسهيل امتصاصها. فالدرج هذا بكل بساطه بيعمل انهبيشن لللايبيز انزيم. الواحد فكر في الموضوع هذا، اوكي ممتاز، هذا شيء رائع جدا، وكان يقلل حتى من امتصاصنا نسبه 30% من الفات. شفتكم احسن من هيك؟ بس لو احنا نفكر في الموضوع راح نلاحظ ان الكلام هذا مش كثير بصراحه مهم. ليش؟ لانه معظم الناس بيسمنوا مش لانهم بياكلوا فات كثير، وانما لانهم بياكلوا كربوهيدرات كثير. حلويات، شوكولاته، بسكوت، خبز، رز الى اخره، كلها عباره عن مشويات. الفات اللي احنا بناكله اللي بيعمل زياده في الوزن، اكيد في ناس بتستهلك فات كثير، لكن مهما يكون مش راح يكون بهالكميات الكبيره. فبالتالي التركيز على موضوع الفات في علاج الاوبيزيتي بصراحه يعني هو لا شك انه بيعطي الفوائد زي ما شفنا قبل شوي، يعني بنقص حوالي 50% كم من وزن الجسم المريض، لكن في النهايه مش راح يكون شيء كثير. وحتى مش بس هيك، وهو صح بيقلل انت يعني من امتصاص الفات، لكن مش 100%، وفقط 30% من كميه الفات. والواحد لو فكر في كميه الفات اللي بياكلها في اليوم اصلا مش هالكميه الفظيعه. هلا مش بس هيك كمان، الفات هذا اللي ما صارلوش امتصاص، ما صارلوش دايجستشن ولا ابسوربشن، وين بده يروح؟ بكل بساطه راح يكمل طريقه ويوصل لللارج انتستن، وهناك راح يصير في اوفر جروث للبكتيريا لانه اجتها نيوترينت على شكل فات. وهذا الكلام راح يعمل فلاتولنس، وراح يعمل اريتيشن في 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 في, في الجي اي، وراح يعمل دياريا. مش بس هيك كمان، وجود الاويل كونتنت في الـ في الـ في اللارج انتستن راح يعمل دياري عند هذا المريض بحد ذاته. ومش بس هيك كمان، الاويل كمان ممكن انه يصير يتسرب من الـ من الانس بدون بلا شعوريا المريض، فتيوسخ ملابسه الداخليه. فلهذا السبب هون بصير في مشكله عند المريض. فاحنا شو بنقول في الحاله هاي؟ بنقول له انه لما تاخذ اورليستات لازم تقلل من الفات اللي في الدايت مشان انه ما يصيرش عندك سايد افكت. طب احنا قللنا، يعني جينا نفس المربع الاول انه بدي اقلل من الفات انتيك، وانا اصلا بحكي عمال على في احسن الاحوال على امتصاص 30% من الفات. يعني هلا قلل الفات، لما قلل الفات طب شو اهميه هذا الدواء صار؟ واحنا اصلا يعني فقط 30%. مش بس هيك، الدراك هذا اورليستات لو الواحد يعني تناول وجبه ما فيها اصلا فات او فقيره جدا بالفات، فبالتالي الدراك هذا برضه ما لهش اي قيمه، مش راح يفيد. يعني اصلا بكل الاحوال معناها راح نقول للمريض انه هذا الدواء بتاخده بس اذا اكلت وجبه فيها فات، واذا اكلت وجبه فيها فات لازم فات يكون قليل مشان ما يصيرش عندك سايد افكت، مش يقلل امتصاص 30% من هذا الفات. فانا بايش مستنتج بهالكلام؟ انه الدواء هذا ماشي اوكي من ناحيه فارماكولوجي مقنع ماشي الحال، لكن على ارض الواقع الدواء هذا مش كثير يعني رائع. فلهذا السبب اول ما طلع طبعا الناس يعني انبسطت عليه، اخيرا في دواء FDA approved لعلاج الاوبيزيتي، والناس تشعر تشتري، وكان كثير غالي. العلبه اللي فيها 30 حبه كان وصل حق يمكن 600 شيكل ولا شيء زي هيك، مبلغ هائل يعني. فالنتيجه طبعا انه بعد الناس استخدموها وصرفوا فيها مصاري كثير، لقوا انها غير مجدي اطلاقا. فلا تزال مستخدم، موجوده في الصيدليات، ممكن اي واحد يشتريها، لكن زي ما قلت لكم مش هالادويه الفعاله ابدا على كاوتكم في النهايه. هلا برضه كمان استخدام الاورليستات انه بقلل من امتصاص الفات، هذا ممكن يقلل من امتصاص الليبيد سوليبل فيتامينز. فعشان هيك اذا مريض استخدم الاورليستات على المدى البعيد او الفترات الطويله لازم نعطيه سبلمنت من الفات سوليبل فيتامينز، لكن طبعا نعطيها في اوقات ما يكونش ماخذ فيها الاورليستات مشان الاورليستات ما يعيق من امتصاصه. برضه كمان في كمان شغله نسيت احكيها، انه من ضمن الاستراتيجيات في انه نخفف من السايد افكت الاورليستات بنعطي معاه دراج اسمه كوليستايرانين. هذا هو عباره عن ادزوربنت، هذا ما شيء بسموه ريزن، راح ناخذ يمكن اخذنا عنه صاحبي بالشابتر الهايبر ليبيديميوس، وان هذا بقلل من البايل ري ابزوربشن، لانه بيعمل ادزوربشن للبايل بخليها تطلع مع الفيزز. كمان كوليستايرانين ممكن يعمل ادزوربشن للاكسس فات الموجود في الدايت، فبالتالي ممكن يخفف شوي من السايد افكتس للاورليستا. طيب هذا كان اذا بخصوص هذا الدراج. هيك بنكون خلصنا شرح عن drugs for adrenal pharmacology. في حدا